منذ بداية موسم الاصطياف بتاريخ 17 جوان 2023 إلى غاية يومنا هذا 23 جويلية 2023 تمكنت وحدات الدرك الوطني في إطار تطبيق مخطط موسم الاصطياف من أجل توفير الأجواء الآمنة للمصطافين وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من معالجة 172 قضية متعلقة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، معالجة أيضا 103 قضية مرتبطة بالاستغلال غير الشرعي لمواقف المركبات، كذلك 215 قضية متعلقة باستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم. على إثر هذه العمليات تمكنت وحدات الدرك الوطني من توقيف 88 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، كما قامت بحجز 812 شمسية، 769 طاولة، 2260 كرسي و 247 خيمة. في هذا الإطار يبقى الرقم الأخضر 1055 ومراكز الدرك الوطني المتواجدة عبر الشواطئ تحت تصرف المصطافين من أجل التبليغ عن الأشخاص الذين يستغلون الشواطئ أو أماكن ركن المركبات بطريقة غير شرعية ولا يحوزون على رخصة الاستغلال، من أجل أن تتدخل وحدات الدرك الوطني وإيقاف هؤلاء الأشخاص الذين لا يحوزون على هذه الرخصة. فيما يخص حوادث المرور خلال موسم الاصطياف وبالخصوص بالدراجات المائية، تم تسجيل 3 حوادث مرور أسفرت للأسف عن وفاة شخص واحد وجرح 2 آخرين. يبقى الرقم الأخضر 1055 وكل وحدات الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين والمصطافين بصفة خاصة من أجل التبليغ عن كل تجاوز من شأنه تعكير صفو وراحة المواطن.